اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم بلغنا سمع التراوي ودعوة المصلين وختم القرآن الكريم ونحن منها في أحسن حال يا أرحم الراحمين أجمعين. وارفع اللهم هذا الوباء عن العالم واشف المرضى واحفظ الناس أجمعين. اللهم آمين.